بين قلب اللوز تاع البضحه هي معروفه محسوب القطب القسنطيني كان فقط الجزائري كان تقريبا محسوب شوا احنا لهنا هذا هو السول تاع قسنطينه قسنطينه سيدنا رمضان حلاوه تاعها قلب اللوز عندنا قداه نوع من قلب اللوز كاينين مخدومه بالكاوكاو كاينه بالجوز كاينه بالجوز واللوز كاينه بالجوز واللوز وبوفريوا ولا نقول لك غير معروفه في كل مكان قسنطينه راهي مشهوره درك حاليا راهي بقلب اللوز يعني ياكل قلب اللوز يجي قسنطينه تاع الجزائريه تجي وحدها وتاعنا حنا تبع السول القسنطيني فهمت الفرق اللي بيناتهم هما تاعهم يديروها شويه ثقيله طرف ما تقدرش تكملو حنا نديروها شويه خفيفه هنا تضرب 4-5 طراف نورمال سيرتو انسان يعود خدام وتعب يروح يدوش يدير سبور يروح يدوش ويجي ياكل 4 طراف نورمال كل وحده والذوق نتاعها وكاين من الاحسن 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 انسان كيديها اليوم حتى الغدو باش ياكلها علاه باش كلش يطلق لداخل في الدقيق لا روم تاع الجوز لا روم تاع اللوز لا روم تاع الكوكاو هادو بكل يطلقوا في الدقيق تولي عندها ذوق وحده اخر باش تكون طيبها اليوم ونمدها لك تاكلها اليوم ما تقدرش تخليها تبات الغدوه كي تاكلها عندها كو خاص زي اخر خلاص طيب لا تاي حمر ولا تاي خضر وشربها مع التاي والله يجيوك ضياف الله تشتيهم ولا تعزهم بزاف جي نخدموا لك وحيده بالجوز واللوز تديها لهم ما شاء الله يشرفوك دقيقة ويتخدم في الليل مش في النهار نخدموها في الليل والصباح نديروا لها الدواوة تاعها ونطيبوها نوجدوا لها الشربات الماء والسكر والقارص والارون تاع القارص كي تخرج من الفرن نحطوها في البانيو تشرب مليح بعد كي يجي المشتري يلقاها واجدة طيبة سخونة ما شاء الله وهذا هو السوق قسنطينة ترى هي الدنيا كله لازم قلب اللوز وشو هذا المحل هو الرسمي يعني هاد العروسات هذه جابها مولاها هي الرسمي شي لاخر كل شي دي كونتر فاسون ما نحرقوش الناس وما نهضروش في الناس كل واحد والطريقه تاعو اللي يخدمها ما نقولوا لا فلان لا كيفاه ولا كيفاه الذوق هو اللي يهضر الحمد لله عندنا هذه اللي مخدومه بالجوز واللوز وعندنا اللي مخدومه بالكوكاو عندنا اللي مخدومه بالجوز واللوز وبوفريوا كل وحده والسول تاعها مرحبا بكم اولا في حي البتح العتيق مشهور البلاصه هذه مشهوره بالحلويات التقليديه بالاخص قلب اللوز المحل هذا عنده حوالي تقريبا 30 سنه ومنذ مشهور يعني قلب اللوز هذه تروح بارتو ولايه الشرق تروح ما من ذلك وحنا يجيو يديوها
رحت فلورو براسبورتو. هذا الحانوت من بكري تسمى عنده واحد حوالي كيما قلت لك واحد 30 سنة حل في الحي تاعنا. هذا حاجة مليحة وحاجة بنينة ونظيفة. بالله يا من هويت صابر للسلام.